الكويكب 2021 هو أيضا بي اتش 27 الشمسي، ينطلق حول الشمس كل 113 يوما، ويتميز بأقصر فترة مدارية لكويكب، وثاني أقصر مدار حول الشمس بعد عطارد، والذي يستغرق 88 يوما. هذا الكويكب 2021 بي اتش 27 يبلغ حجمه كيلومترا واحدا، ويتكون في الغالب من صخور ربما تحتوي على بعض المعادن مثل الحديد، لكن الأهم من ذلك أنه واحد من 20 كويكبا آخر تقترب جدا من الشمس، لذا فهو قريب لدرجة أن سطحه يمكن أن تصل درجة حرارته إلى 482 درجة مئوية. ونظرا لقربه الشديد من الشمس، يتأثر سلوك مدار هذا الكويكب بقوة جاذبيتها، ويقول العلماء أن له مدارا غير مستقر يتقاطع مع مدارات كويكبات أخرى كعطارد أو الزهرة، مما يعني أنه في يوم من الأيام من المحتمل أن يصطدم هذا الكويكب بالكويكبين الآخرين، أو حتى يصطدم بالشمس نفسها، وهذا يعني نهاية هذه الصخرة الفضائية السريعة.